اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كيف يخطط النادي الاهلي لما هو قادم يا استاذ عصام؟ زي ما استاذ محمد وهو بيتكلم قال على ان احنا هنلعب عندنا 11، يعني عندنا مش عايز احسب ولكن عندنا كم كبير من المباريات وكم كبير من البطولات خلال المرحله القادمه، منهم بطولتين عالميتين. يعني هو الاهلي اكيد عنده يعني البلان له اضافاته، يعني الاهلي لن يجلس مجلسه لان احنا اتفقنا انها مؤسسه، مش احنا بس، احنا والد حتى من لا يحب الاهلي اصلا. هو ما تجيش دي الا من عمل مؤسسي. اذا هو لديه النسخه التكميليه، يعني اما وان البطوله دي انتهت، البطولات الموسم المقبل من اول ما بيعلن عنها بتوصل، ما فيش جوابات ما وصلتش وحاجات كده بتوصل، فبيشتغلوا عليها فورا. لازم يدي واحده كده، انت مستعد على طول للابجريد اللي جالك ده، من حيث لاعبين اذا كان الموضوع لاعبين، ادوات، من حيث زياده اعداد مثلا ومساحات عاملين اضافيين، كل حد هيكون ملفه هتزيد فيه بالظبط كده، اوراق الموسم المقبل ببطولات الموسم المقبل. ربنا بقى يقويهم فعلا، ويعني الناس تهدى شويه، اللي مش عارفين يلاقوا اي حاجه خالص غير النادي الاهلي، يعني حاجه غريبه جدا. يعني امبارح مشوا امام عاشور، يعني لسه امام بيتصور بالميداليه في البحر، وبيتسلم بيتصور بالميداليه في اليخت اللي كانوا فيه. انا قلت الاسبوع ده انا مش هرد، يعني مش هتكلم على حاجه. امبارح قال لك عروض وبتاع وماشي وبتاع، عروض بربع مليار يعني مش ممكن. قلنا لو بربع ماشي. لا وبعدين صحفيا يا ريس، انا سؤال بقى، وانت استاذنا وموجود معانا، العفو، هل يعني في خبر صحفي يبقى منقوص ان انا اقول امام عاشور جاي له عرض ب 30 مليون الف مش عارف ايه، اي عمله من مين بالظبط؟ في خبر يجي كده ولا في خبر صحفي يقول ولا لازم اقول ان في ان ليفربول ومحمد صلاح هيدربهم؟ انا بس نسيت الاسم للاسف، اعظم صحفي في ايطاليا. لا ده كانوا بيتكلموا على فابريزي رومانو. رومانو يدرب ليفربول، ده واحد من اهم الصحفيين الرياضيين في اوروبا عموما. يمكن سهو لا غلطه، ازاي ما فيش يعني رومانو اصلا في اسم المدير الفني؟ أيوة اللي هو ده صحفي مشهور يعني، راجل معروف. فانت بتتكلم في ايه؟ انت الفحص العادي للي قدامك ما دام القرايه والكتابه ضعيفه عندك هتعمل ايه؟ ما هو صعب، انت الموضوع بالنسبه لك صعب جدا. اه والله عم سعيد صالح الله يرحمه اما عدل الجواب وقال له اقرا احمد زكي الله يرحمه جميل، ده مش عدلوا له بس قال له الف، قال له يلا ما انا هعيد الكتابه من الاول عشان اعرف اقرا الجواب. لا هعمل راسي كده، هعمل راسي كده عشان اشوف الخط عشان تنضم. لا هو الابجديات ناقصه بالظبط. هل ينفع اقول يا كابتن ان في عرض جاي بمبلغ مش عارف ايه الامام؟ طب من مين؟ لا اصل دوري ايه بالمبلغ؟ طب انت عرفت عرض ما تعرفش النادي او ما تعرفش المبلغ ده؟ لازم يبقى النادي معروف تيالي ريال مدريد يعني هيبقوا 4 5 انديه في العالم يقدروا يعملوا كده. مش ممكن يعني ممكن انا ممكن العرض مره والطول مره يعني طول في العرض. فلا الموضوع بقى صعب قوي كابتن اسلام، كل يوم لعيب ماشي من الاهلي، وكل يوم لعيب جاي له عرض، وكل يوم الاهلي شغال ان هو يعمل جيل قوي جدا للفتره الجايه. وعندنا زي ما قلنا كابتن ارتباطات مهمه جدا على المستوى المحلي او الافريقي او العالمي، فاتوقع والمعلومات اللي عند الاهلي شغال بمنتهى القوه ان يدعم الفريق بشكل كويس في كل المراكز اللي محتاج مارسيل كولر فيها دعم، وهم عارفين بيعملوا كويس، بدليل ان خلال زي ما كنا بنقول في البدايه 5 سنين بتلعب فاينل افريقيا ومنهم بطوله، يعني انت الاحق. وفي حاجه غريبه مش فاهمها، يعني 2005 2006 هتاخد 2007 تحتفظ بالبطوله في مصر، تحتفظ بالبطوله. حصل اللي حصل بتاع العرجون وضربتين الجزاء، وبعد كده قال لك انا ما كنتش في يومي ما كنتش مركز. ما علينا، 2020 2021 22 يحصل الفيلم بتاع اللي كنا نحتفظ بالبطوله برضو. فلازم لعبتنا بقى من دلوقتي باذن الله بدون مقاطعه ان شاء الله لازم نعمل الريكورد ده كلنا اعلاميا سنة. يجب ان نركز عليها خلال المرحله القادمه عشان تبقى ناجح، وعشان تبقى نجم كبير، وعشان توصل زي ما النجوم الكبيره في العالم كله بيوصلوا، لازم يبقى في استمراريه. صحيح، لازم يبقى عندك الرغبه والهدف، تقولش لا انا شبعت. عنده ان شاء الله البطولات عنده لعيبتنا الرجاله ما شاء الله. أيوة. عندهم ده من حيث اختياروا اللاعبين والاجهزه الاداريه والاجهزه التدريبيه. محمد انت يعني انت مولود زي ما انت قلت في مدرج، وبالتالي كمان شغلك كصحافي خلاك واخد الخطين مع بعض. فانت شايف حجم الجهد المبذول يا جماعه. انا املي بس ان جمهور النادي الاهلي ما حدش ينكد عليه، انا نفسي الجمهور ياخد باله انه ما خسرش اي حاجه في السنوات اللي فاتت دي. طب انت زعلان ليه؟ يعني لو الجمهور ده يجيب لي شخص واحد اقعد معاه والله لبكره اقول له قول لي زعلان ليه؟
ايه اللي خسر؟ طول الوقت بينكد عليك بفرقيع اللي عايز يضايقك مش موجوده، فقاقية فعلا مش موجوده. خليك دائم الثقه كعادتك دائما بالنادي الاهلي. استاذ عصام، هناك دائما من يرتكب او من يبذل قصارى جهده علشان يبقى ماشي عكس الاتجاه، وانا قلت الكلام ده مليون مره، وحضرتك قلته مليون مره، حصل. ابو علي قاله مليون مره، عنده هنا او في اليوتيوب، كل الناس بتتكلم على ان في اتنين تلاته دايما بيبقوا ماشيين عكس الاتجاه. كابتن جهاد جريشه السنه اللي فاتت في ماتش الوداد برضو طلع عكس الاتجاه، كابتن رضا عبد العال السنه اللي فاتت والسنه دي بيمشوا عكس الاتجاه. هذه الامور واضحه للجميع، وانا بقولها بمنتهى الوضوح لكل الناس، ان هناك البعض من يحاول دائما ان يشكك في النادي الاهلي ويمشي عكس الاتجاه. اذا كان اتجاه ان النادي الاهلي، عارف، لو طلعنا قلنا النادي الاهلي وحش هم هيطلعوا يقولوا كويس. على الرغم ان النادي الاهلي وحش. صحيح. ليه؟ لانه ما هو الا نظام هم ماشيين بيه علشان يقدروا يجذبوا اكثر مشاهده. مفيش مانع، بس انا بقى جمهوري لازم يبقى فرحان. هم فعلا جمهور الاهلي عشقا بيحس انه لا يكون اللي بيقولوه ده في حاجه صح. لا يا عم والله ما في حاجه صح، ده انت طول الوقت بيتعمل معاك كده. ويا حبذا زي ما ابو علي قال على فكره توقف السنه الثالثه، انت جمهور الاهلي عارف ده، انت صباح يوم الفوز لازم يروح عامل لك حاجه كده عشان يخليك انت مبسوط بس بتفكر في حاجه. لا ده انت اللي تقول له تعالى ايدك معانا اتفضل.